أهلا بكم أعزائي في جمعية شاد قسم التعليم. درسنا اليوم سيكون بعنوان الاسم النكرة والاسم المعرفة. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. إن أهدافنا التعليمية لهذا اليوم: أولا أن نعدد أقسام الكلام، ثانيا أن نعرف الاسم النكرة، ثالثا أن نعرف الاسم المعرفة، رابعا أن نعدد أنواع المعرفة، خامسا أن نعدد طرق تحويل الاسم النكرة إلى معرفة. فهيا بنا لنبدأ. أصدقائي، وبعد أن شاهدنا الصورة وتحدثنا عما يوجد فيها، وهنا شاهدنا أيضا الفتاة تمسك كتابا وتقرأه، ولم نعرف ما اسم هذا الكتاب. سنتعرف بداية على أقسام الكلام. فللكلام ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الاسم، مثل وليد، قطة، معلم وما إلى ذلك. النوع الثاني أو القسم الثاني هو الفعل، وهو كل ما نقوم به من عمل، مثل درس، لعب، يأكل، العب. أما النوع الثاني أو القسم الثالث هو الحرف، مثل أي حرف في اللغة العربية أو أحرف الهجاء في اللغة العربية وأحرف الجر وما إلى ذلك. أعزائي التلاميذ، وبعد أن تعرفنا على أقسام الكلام وقلنا أن من أقسامه أولا الاسم، فسنتعرف سوية على أنواع الاسم. فللاسم نوعان، فمن الممكن أن يكون الاسم اسم نكرة، وهو اسم يدل على مسمى غير معين أي غير معروف. ومن الممكن أن يكون هذا الاسم يدل على إنسان، مثل أن أقول ولد فلا أعرف من هو الولد أو بنت، أو حيوان من قط إلى قطة، أو شيء يوم أو مدينة. طبعا الاسم النكرة يكون خاليا من التعريف، وغالبا نرى على آخره تنوين، وطبعا سنعرف ما سبب ذلك بعد قليل. أما النوع الثاني من أنواع الاسم هو أن يكون اسم معرفة، أي هو معروف، فنعرفه بأنه اسم يدل على مسمى معين أي محدد من أفراد جنسه، أي من أفراد نوعه، سواء إنسان أو حيوان أو شيء. طبعا الاسم المعرفة يكون معرفا بأل، فأنا أقول معرفة فيجب أن يكون معرفا بأل أي معروفا بأل، مثل الشهر، الرجل، القطة. وقد يكون اسم علم لإنسان، مثل عامر، فهو الشخص هذا نسميه عامر، أو اسم حيوان مثل الثعلب، أو اسم شيء مثل الكتاب. طبعا أصدقائي، يمر معنا أسماء نكرة كثيرة، ولكننا نريد أن نحولها إلى معرفة. فكيف نحول الاسم النكرة إلى معرفة؟ طبعا الطريقة الأولى لكي نحول الاسم النكرة إلى معرفة، بداية أن نضيف آلة التعريف. طبعا قلنا سابقا عندما عرفنا الاسم المعرفة قلنا بأنه معرف بأل، أي أن ما يميزه بأنه معرف بأل. طبعا هنا إذا كان الاسم النكرة فهو يدل على هذا الشيء بأنه لا يوجد به آلة التعريف، مثل كتاب. فهنا كلمة كتاب هل يوجد بها آلة التعريف؟ أحسنتم، لا يوجد بها آلة التعريف. وهنا عندما حولتها إلى معرفة أضفت لها آلة التعريف، فهنا كانت الكتاب نكرة، وعفوا كانت كتاب نكرة وكلمة الكتاب معرفة، فأضفنا لها آلة التعريف فأصبحت معرفة، وهي معرفة بأل. أيضا لدي كلمة سيارة. طبعا سيارة هنا هل يوجد بها آلة التعريف؟ أحسنتم، كلا لا يوجد بها آلة التعريف. وإذا أردنا أن نحولها إلى معرفة يجب أن نضيف لها آلة التعريف،
فتصبح السيارة. فهنا كانت سيارة نكرة والسيارة معرفة. طبعا أصدقائي، أيضا عندما عرفنا الاسم النكرة قلنا بأنه يتميز بالتنوين، فمن الممكن أن نقول كتاب ولا نستطيع أن نقول الكتاب فنقول الكتاب، ومن الممكن أن نقول سيارة ولا نستطيع أن نقول السيارة. فإذا الاسم النكرة لا يوجد به إلا التعريف ويميزه التنوين، والاسم المعرفة طبعا نعرفه بإلا التعريف. فالطريقة الأولى لكي نحول الاسم النكرة إلى معرفة بأن نضيف إلا التعريف إلى الكلمة. أما الطريقة الثانية وهي كما قلنا سابقا أن نحدد الأسماء بأسمائها حسب جنسها. مثلا عندما قلنا اسم إنسان، عندما قلنا نكرة قلنا ولد، ولكن وهذا كان نكرة، وعندما أردنا أن نحوله إلى معرفة قلنا عامر، فهنا حددنا اسمه. فأقول مثلا سامي، فهنا حددت اسم الولد، أو أقول فلسطين، هنا حددت اسم الشيء أو اسم البلد التي أتحدث عنها. طبعا أصدقائي، بهذا يكون قد انتهى درسنا لهذا اليوم. أصدقائي، قلنا قبل قليل أن درسنا انتهى لهذا اليوم، ولكن قبل أن ننهيه يجب أن نراجع سوية ماذا أخذنا في هذا الدرس وعن ماذا تحدثنا في هذا اليوم. فبداية تعرفنا على أقسام الكلام، وقلنا من أقسام الكلام الاسم والفعل والحرف، وقلنا أيضا أن الاسم نوعان، اسم نكرة. اسم النكرة وهو اسم يدل على مسمى غير معين لإنسان، مثل ولد أو بنت، أو حيوان فأقول قط أو قطة، أو شيء فأقول يوم أو مدينة. ويكون الاسم النكرة خاليا من ألا التعريف، وغالبا نرى على آخره تنوين. أما اسم المعرفة وهو النوع الثاني من أنواع الاسم، هو اسم يدل على مسمى معين من أفراد جنسه أي نوعه، ويكون معرفا بأل، مثل الشهر، الرجل، القطة. وقد يكون اسم علم لإنسان فأقول عامر، أو اسم حيوان فأقول الثعلب، أو اسم شيء فأقول الكتاب. وأخيرا تحدثنا وقلنا لكي نضيف نحول الاسم النكرة إلى معرفة، بداية من الممكن أن نضيف ألا التعريف إلى الاسم النكرة، الاسم النكرة، وأيضا أو من الممكن أيضا أن نحدد الأسماء باسمها، فأقول عامر أو أقول بيروت وما إلى ذلك. طبعا بهذا يكون قد انتهى درسنا أصدقائي لهذا اليوم، وهناك ورقة عمل قوموا بحلها وشاركوني بحلها. وإذا كان هناك أي سؤال أو استفسار لا تترددوا بالتواصل معي، وشكرا لكم. شكرا لحسن متابعتكم. في حال أعجبكم الدرس رجاء الاشتراك في قناتنا وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.